محافظ صلاح الدين يفتتح طريق القادسية شمال تكريت بعد إعادة تأهيله، ويجدد عزمه تدشين مرحلة متقدمة من الخدمات بجميع المناطق. استياء شعبي من حوادث السير على طريق تكريت كركوك نتيجة إغلاق جسر داقوق وتغيير شاحنات خط سيرها صوب بغداد. الهجرة تعلن نينوى خالية من مخيمات النزوح وتتفرغ لاستكمال إجراءات العودة الطوعية مع انتهاء العام الدراسي لغلق الملف نهائيا. هروب سعد كمبش يثير ردود أفعال عن ضوابط سجون الخمسة نجوم، والمخابرات تضبط معملا غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها والبداية من تكريت، أهلا بكم. حيث افتتح محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب طريق القادسية بمدينة تكريت بعد إعادة تأهيله وتطويره بحضور كبار المسؤولين في الحكومة وحشد من شيوخ ووجهاء عشائر مدينة تكريت. وأثنى الهلوب على الجهود المخلصة التي أنجزت العمل بهذه الصورة البهية ليكون نموذجا للمشاريع التي يجري تنفيذها في مدن المحافظة كافة، وأكد مواصلة مسيرة البناء لاستعادة المحافظة الوجه المشرق الذي ينبغي أن تكون عليه بعد سنوات من الإهمال والتأخير، مجددا عزمه تطوير الخدمات والرقي بمستوى البنى التحتية لتكون المرحلة المقبلة طفرة نوعية نحو الأفضل بتعاون وجهود المخلصين. صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا على حضوركم هذا الاحتفال البسيط بهذه المناسبة الكبيرة، وهي افتتاح المدخل الشمالي لمدينة تكريت العزيزة. هذا المشروع الذي مضت سنوات على العمل به دون أن يكمل، والحمد لله بفضل الله وبجهود الفريق الفني في المحافظة والمهندسين والمنفذين إخوانكم، وبوقت قياسي خلال أشهر قليلة اكتمل هذا المشروع وبمواصفات عالية جدا تليق بمدينة تكريت وتليق بمحافظة صلاح الدين. هذا الطريق اللي طال انتظاره منذ سنوات طويلة، هذا الطريق الحيوي الشريان داخل مركز محافظة صلاح الدين بطول 5 كيلومتر تم إنجازه من موازنة محافظة صلاح الدين. هذا المشروع المهم الحيوي في مركز المحافظة الذي يعكس انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة لإعادة الإعمار في مركز المحافظة، حيث أن هذا الطريق اليوم بمسارات واسعة بالإضافة إلى أعمال الزراعة التي حصلت على جانبي الطريق، بالإضافة إلى الأرصفة تم رصفها بمواد حديثة، بالإضافة إلى الإنارة الجانبية والرئيسية الموجودة في هذا الطريق. لأهمية هذا الطريق كبيرة في مركز المحافظة كما أشرت، حيث يؤدي إلى جامعة تكريت المؤسسة الكبيرة، بالإضافة إلى حي القادسية، بالإضافة إلى مجموعة من المجمعات السكنية الموجودة أيضا في مركز المحافظة. إعادة تأثيث وتأهيل هذا الطريق هذا اليوم إلى معاني كثيرة في هذه الأيام من الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وبالتالي أن يهدى هذا الشارع ويهدى هذا المشروع إلى أهالي صلاح الدين عموما وإلى أهالي قضاء تكريت. محافظة صلاح الدين تشهد حركة عمرانية، ومنها مدينة تكريت طبعا، حيث نتواجد حاليا في مشروع تأهيل الشارع العام في منطقة القادسية. السيد محافظ صلاح الدين المحترم أشرف وبشكل مباشر على تنفيذ
أعمال هذا المشروع. محافظة صلاح الدين كانت جادة بحلحلة وتحريك المشاريع التي تلكأت لسنوات طويلة ويعني أصبحت عبئاً على المواطن في مدينة تكريت. الآن نرى هنالك تغير واضح في معالم المدينة. اليوم هذا الشارع يفتتح، وأيضاً في الأيام القريبة أو الشهور القريبة إن شاء الله سوف يتم اكتمال مشروع مجسر الدلة. مدينة تكريت تشهد حركة عمرانية إن شاء الله كبيرة. نعم الاحتياج لا زال قائماً في منطقة حي القادسية، ولكن محافظة صلاح الدين وعلى رأسها السيد المحافظ جاد الدين بإيجاد الحلول وتهيئة المشاريع اللازمة إن شاء الله بالقريب العاجل لسد احتياج المواطنين من هذه الخدمات. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. ناقش النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي خلال ترأسه اجتماعا موسعا حضره رؤساء الوحدات الإدارية ومديري النواحي أقضية بيجي والشرقاط وناحية يثرب وممثلو المنظمات الدولية والمحلية جهود المجتمع الدولي في دعم الحلول المستدامة لعودة النازحين ودعم استقرار العائدين في المناطق الأصلية. وفي ذات التوجه بحث البلداوي مع ممثلي وكالة الأمم المتحدة للهجرة الدولية المشاريع التي تستهدف مناطق سيد غريب وعزيز بلد وعجيلية ضمن قضائي الدجيل وبلد والمتعلقة بإعادة تأهيل البنى التحتية والمشاريع المتوسطة والصغيرة والوقوف على التحديات التي تواجهها. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون وتنسيق العمل لتذليل المعوقات وتقديم ما يسهم في دعم الاستقرار في المناطق المتضررة. وفي ملف البنى التحتية والخدمات يشكو سالكو الطريق بين تكريت وكركوك من زحامات وحوادث مرورية غير اعتيادية بشكل يومي سببها تحويل خط سير الشاحنات بعد إغلاق جسر داقوق في قضاء الطوز نتيجة السيول الأخيرة بعد أن ظل يعمل بممر واحد منذ سنتين تقريبا، مطالبين وزارة الإعمار بجهد استثنائي لمعالجة هذه المعاناة الكبيرة التي تحاصر أرزاق الناس. سالكو الطريق من مواطنين وسائقي شاحنات يتفقون على ضرورة التعجيل في إصلاح الجسر وإعادة خط سير الشاحنات باتجاه ديالى إلى بغداد لحماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطريق، خاصة وأن الشاحنات لا تلتزم بالأوزان المحددة لمضاربات تجارية على حساب السلامة العامة. وبعد أن تم منع مرورهم بطريق كركوك بغداد بسبب قطع السيول لجسر داقوق واحتمالات التأخير بإعادة تأهيله لأسباب مالية وفنية، اضطر السائقون على اختيار طريق بديل عبر كركوك تكريت لنقل بضائعهم من زاخو إلى البصرة. السائقون أكدوا أن الطريق البديل غير مؤهل للحركة التجارية ويتسبب بأزمات اقتصادية وإنسانية، مناشدين الحكومة الإسراع في تصليح جسر داقوق للحفاظ على الحركة التجارية ولقمة عيش المواطنين في قضاء الطوز، وأيضا تسهيل نقل البضائع على طريق العظيم في محافظة ديالى. طريق كركوك بغداد تتراجع فيها حركات السير مركبات الحمل بسبب منع الحكومة عبور على جسر داقوق للمركبات الحمل المحملة بالمواد والتي تسبب بتراجع حركة الاقتصادية في طوز خرماتو. قمنا بالقوة نطلع يومياتنا، نبات يطلع نبات ما يطلع، يأثر علينا هواي. نبات يطلع يومياتنا، نبات ما يطلع، نبات أصلا ما نشتغل، أنا ما أتصرف عندنا. نشتغل يوم عمال اثنين وما طلع يومياتك. ما أثر علينا هواي، جسر بس يصلحونه. لو يصلح الجسر احنا شغلنا شوية يمشي. وإذا ما صلح لا والله شغلنا ما يمشي. أتمنى من الحكومة تصلح لنا إياه. احنا بالنسبة لنا عمال غسل بالمطاعم بالدوز. اعتمادنا كله على طريق بغداد كركوك، هذا الطريق دولي يربط من زاخو للبصرة، وقع الجسر قبل سنتين ثلاث سنوات وما صلحوه، خلوه على سايد واحد، النوب بالمطرة القوية وقع الجسر فد مرة، والجسر الاخ انشال من جواه والتراب والأساسات وصار ضعيف وقطعوا الشارع من عليه، انقطع الطريق التجاري والتريلات كلها تحولت على طريق تكريت. الدوز ومعتمدة عليها من الدوز للعظيم للخالص كلها معتمدة على هذا الشارع على المعامل والمطاعم والعمال وهواي شغل بنزين خانات وكثير كثير شغلات كثير ناس وقف شغلها بسبب انقطاع هذا الطريق
هسه ما مفتوح الطريق بس للفارغ، والفارغ يعني ما يجي. هذا شوفت عينك سيارة سيارتين بالشارع ماكو، مقطوعة. يقول سواق هذه الطريق بأن الطريق البديل ما عدا بعد المسافة فإنه غير مؤمن تماما، مطالبين الحكومة الإسراع في تصليح جسر داقوق وفتح الطريق بوجههم لتقليل عبء عليهم. الطريق مال داقوق مال جسر نازل صار له 3 سنوات ما يشتغلون به، ما مشتغلين به، واحنا هسه يعني متأذين حيل. نحمل من السليمانية نطلع لصلاح الدين، من صلاح الدين يلا نصل بغداد، وطريق بغداد من هناك على صلاح الدين تعبان حيل، يعني بهدله صراحة. يعني نطالب من الحكومة بتسريعا بتصليح الجسر، جسر لان احنا متأذين. اختلف علينا الطريق، طريق اول شيء مو ذاك الامان، طريق وعر، طريق مو نظيف، وطريق متعب جدا جدا متعب. فاحنا اللي نرجوه يعني من الحكومة، من حكومة كركوك، من مسؤولين كركوك، يعني يسعوننا بهذا الشيء قدر الامكان، لان احنا الله شاهد قاعد نتعب ازيد من اللازم بمتاعب وبخطورة علينا. يعني جسر صار له 3 سنوات طايح، ليش؟ شنو السبب؟ ليش طايح؟ يعني ماكو دولة، ماكو بلدية، ماكو مسؤولين عليه، يعني طلعون هسه ما أرد أسأل، أنا أرد أسأل، ماكو مسؤول يمر منا ما يشوفه هذا الجسر، يعني صار له 3 سنوات طايح. منذ أكثر من 3 سنوات بسبب السيول تعرض جسر داقوق إلى أضرار، وهذا ما تم غلق سائد واحد من الجسر، وفي أمطار الأسبوع الماضي تأثر الجسر مرة أخرى مما جعل إلى منع عبور المركبات الحمل على هذه الجسر، وهذا ما تسبب في قطع وتقليل أرزاق عمال على شارع العام كركوك بغداد. لفضائية صلاح الدين، كاروان زنقنا، قضاء توس خرماتو. وفي باب الخدمات والمعاناة اليومية أيضا، فقد مرت أيام شهر رمضان المبارك عصيبة على أهالي الحي العسكري الثاني بقضاء بيجي، إذ يشهد الحي انقطاع عن شبه تام للماء رغم اكتمال المشروع المغذي للمنطقة، الأمر الذي يثير استغراب المواطنين مع وجود أياد خفية تقف خلف الانقطاع نتيجة تجاوزات على الخط الناقل لمنازلهم بمنطقتي الأسمدة وتل أبو جراد. وأكد المواطنون أن شراء الماء من حسابهم الخاص يعد عبئا عليهم ويزيد من الصعوبات المعيشية، مطالبين الجهات المسؤولة والمحافظ النظر بعين الأبوة لهم وأخذ الأمر بنظر الاعتبار والعمل على حل الأزمات. احنا من أهالي منطقة الحي العسكري الثاني، احنا سكننا من 2018 ما بعد أحداث داعش، فاحنا سحبنا المي، كانت مينا على موحد بيجي، بعدين حولونا على المشروع الجديد على اساس انه يطب من الجديده على اسمده. احنا المشروع تاهل من كامل خدماته، مشروع جاهز، بس المشكله اشنه بالمنطقه مال الاسمده، اما جديده ما اعرف بيكاك جاي ينفتح، يصل المي علينا بقوه يعني جدا قوه، فين من ينفتح هذا الكاك؟ الكاك ما تندل لا دائره المي مال بيجي ولا يندلون الاهالي، احنا ما نندل لحد الان، ما حد يندل. يندلون اللي ينطوا يندلون، اي نعم، بس اللي ينطى يندل، لا انا يندل ولا ابو عبد الله ابو مدير الماي ولا ابو عمار ما يندلون. فعاد انا من المكان هذا انا طالب، المشروع هو شغال، نريد ينجزون مشروع نفس المشروع هو، بس انه يحولون لنا من الاسمده بين مشكلتنا الان ما يطبنا مي، يطبنا مي والله صار اسبوعين صار لنا يمكن مي ماكو. نعاني من شحة المياه الصالحة للشرب، صار 20 يوم ما واصلتنا لو قطرة ماء واحدة. نطالب ونناشد السيد محافظ صلاح الدين المحترم، ونناشد السيد قائم مقام بيجي المحترم بالاطلاع على موضوع، اريد نعرف شنو سبب ما يصلنا مي احنا اهالي هذه المنطقه من دون محافظه صلاح الدين وقضاء بيجي كله قاعد يصل مي، بس احنا نعاني. مع العلم موجود مشروع متكامل وجديد اشتغلوه وما بي اي نقص، وخط الناقل مالنا يمر بمنطقه الاسمده وبمنطقه علي تجاوزات
من قبل المواطنين كثيره، وكل التجاوزات ابو الانج وابو الانج ونص. زين، ومع العلم هذا ما قاعد يغذينا وما يصلنا مي. احنا نشتري تانكات كبار على مود نمله مي من التنكر. والله احنا بحي العسكري الثاني ما يجينا مي قليل حيل. هم يقدرون يشغلون مضخات بس ما جاي يشغلونهن وما يجينا مي. مناشدتنا والله على الواء يهدوننا المي، يجيبوا لنا مضخات، يسحبوا لنا مي على الواء اي شيء. الاشتراك مالنا ايوه يجي يشطل علي. عندك تل ابو جراد، عندك الاسمده، عندك ماكو مكان ما ساحب من عنده. واحنا هسه جان نجيب تانكيات نترس بها مي نشرب بيها. لا تناكر يفيد ولا كل شيء، اهلي يجي يشطل علي. احنا اهالي حي العسكري الثاني من بداية شهر رمضان المبارك هاي صار له، راح يجينا العيد بعد ثلاثة أيام. احنا جانا المي مرة واحدة فقط أو مرتين يعني، ويجي بس الرئيس يشكم بيت والباقين كلهم ما يصلهم لو قطرة مي. مشروع كامل سلبته المنظمة اليو ان دي بي للدائرة، المي كامل مكمل جاهز من كل شيء، ما بي أي نقص. يشتغل المشروع لكن ما يصل. الخلل وين؟ الخلل اكيد بالخط. يعني احنا سعينا مواطنين، اذا تروح تسال اي واحد تقول له يا ابو ليش ما يصلك مي، بين ذيك ياهو اكو اشتراكات على الخط، اكو تجاوزات على الخط، ما يصلنا مي. من يجي مي يضخ من يضخ ابو المشروع وما يفتحون التجاوزات يصلنا مي فياض بدون مطور. ولكن من اكو تجاوزات ما يصل مي. يعني البارحه احنا قعدنا الصبح ماكو مي تنغسل. تناكر ب 25 التنكر، عوائل ما عندها، عوائل ايتام، عوائل ناس ارامل، ناس متعففه ما عادت تشتري تنكر ب 25. وضمن ملف المعاناة المتواصلة في بيجي وبالانتقال من الحي العسكري الثاني إلى الحي العصري، إذ لم يشفع تعاون الأهالي مع لجان رفع التجاوزات وهدم عدد من المحال في توفير الخدمات والبنى التحتية، فقد أصبحت حملة الإعمار نقمة على الأهالي بسبب توقف الآليات وعدم استكمال تعبيد الطرق والتي باتت عائقا بأتربتها وتحفراتها، محاملين الحكومة المحلية المسؤولية في عدم الإيفاء بوعودها وانقطاعها عن الحي الذي هدمت به العديد من المحلات وقطع مصادر عيشهم دون فائدة تعود للأهالي بالجانب الخدمي. في البداية استبشرنا من شفنا الهدم ورفع التجاوزات وهاي المحلات بيوت العالم قصوها، حطوا لهم كم رصيف بالحي العصري، هاي الأرصفة اللي على أساس يخلون عليها الرصيف، ومشوا طفوا الآليات مدري وين ومشوا. راحوا 15-20 يوم جت الحفارة وقعت محلين ثلاثة، شالوا السقايف، هسه المحلات كلها بالشمس مكشره وراحت. وين الاعمار؟ محمله الاعمار وين؟ صندوق الاعمار وين؟ يقول على صندوق الاعمار، ها الشوارع بس دمروها ومشت العالم. زين عفوا العالم قاعده، تراب ماكو، الشوارع مرشوشه وهاجده جعرش بها مي. مو؟ لو ظل على سقاط عامل اول احسن. يعني ما افتهمنا انتم، لا انتم مكملين الشوارع ومبلطينها ومسوينها وشالين الانقاض. يعني هذه الانقاض من وقعت هذا اليوم صار لها شقد، ما حد شال هالانقاض، ما حد مشى، ما حد اشتغل، قاعد ننتظر احنا. العالم تعبت، العالم امكانيه ما عندها، يعني اللي تيجي عليه هو فطور ما عنده، توقع حائطه وتوقع محله اللي هو باب رزقه ويريد 3 ملايين 4. انت من تيجي توقع انت غيرك وحكومه تعوض، حكومة توجه، خل تشتغل عمي تعويض، ما يريد الفقير خله يموت. وبخصوص قضاء بيجي، قضاء بيجي حي العصري الشمالي الجنوبي هم بدأت حملة إعمار حقيقة تبشرنا بها خير، بس هسه حاليا توقفت. أريد نسأل السيد المحافظ والسيد القيم مقام والعاملين على قضاء بيجي، نسألهم هذا التلكؤ ليش؟ حقيقة صارت حملة إعمار حقيقة يعني تفاءلنا بها خير، بس هسه حاليا هالشوفت عينك استاذ، هاي المحلات البيوت بقت عن نص. فالناشد السيد المحافظ السيد القائم مقام مدراء الدوائر ان يسرعوا بانجاز عملهم. البيجي تعبت من 2003 ولحد الان، صار بها اعمار بس الاعمار يعني بطيء جدا بطيء. فمن منبركم الناشد السيد المحافظ والسيد القائم مقام ومدراء الدوائر أن يسرعون بالعمل بقضاء بيجي. أهالي حي العصري يشتكون أمام السلطات وأمام محافظة صلاح الدين عن سوء الخدمات. تعاوننا معاهم أثناء التجاوزات من جو، شلنا التجاوزات كلها
وأثرنا على حواشنا وعلى بيوتنا في سبيل المصلحة العامة تكون للشوارع وتكون الحياة العصري ويكون حياة العصري أجمل وأحسن. شوية جماعة ورا ما فلشنا وقعدنا وخسرنا ماديات وفلوس وحواش، بالأخير كان عافونا ومشوا. الآليات ذي طافية، لا حد يمها ولا حد نحكي ونقول ولا كأن ما أحد يسمعنا يعني. والناشد إحنا يعني السيد المحافظ والناشد القيم مقام والناشد جميع من له سلطة بيجي أنه يلتفت على يعني حال بيجي، حال بيجي يرثى لها. اليوم الشارع العام حوادث، حي العصري دمار، بل أمطار ما نقدر نمشي، عوائلنا الأطفال يعني شنو هذه ما أعرف يعني إلى متى تبقى هذه الشكل. يعني إحنا ولد ديرة وحدة وإحنا منطقة وحدة، يعني ليش هذا الإهمال البيجي بالأخص؟ ومن الأعباء في بيجي إلى نظيرتها في قضاء سامراء، فقد اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار البضائع الذي أثقل كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك، مطالبين الجهات الاقتصادية ضرورة مراقبة الأسعار والحد من تصاعدها مراعاة لأوضاع أصحاب الدخل المحدود وشبكة الرعاية الاجتماعية. والله نتمنى من الحكومة يعني ايش قد ما تقدر تنزل الدولار، يعني حتى الواحد يقدر يتسوق، لان هذا ركود حيل جاي يصير. ليش؟ لان كل ما مثلا من يصعد جاي تصعد السلعة وياها، ومن تصعد السلعة يقلل الركود، يعني مثلا يصير صعوبة عليه بالمسواق ويصير صعوبة على المواطن بالمسواق، نفس الحالة يعني الطرفين دا يتأذى. بس من يقوم ينزل طبعا الحاجة راح تنزل وياها، زين الحركة تصير اكثر، البطالة شوية تتحرك، يعني هسه كل شيء جامد يعني بسبب الصعود مثلا من يصعد. وهسه يعني نتمنى قد ما يجي ينزل انه بعد اكثر. نطالب من الحكومة انه تنزل سعر الدولار، المود يعني العالم تسترزق والعالم تعرف شلون تشتغل والعالم هماتين تطلع مثل ما يقول السعر خوف على العالم الماعدها العالم التعبانة. نطالب من الجهات المعنية بخفض السعر الدولار، لأن هذا يسبب مشاكل بالأسواق وعدم التبضع من الأهالي، لأن اللي يتسوقون أغلب اللي يتسوقون هم أصحاب الدخل المحدود، يشتغل مثلا عمالة مثلا كاسب على جميع الأعمال. نطالب منهم لأن هذا يوقف حركة السوق، والتجار يعانون كذلك، لأن التاجر تمن يروح على مثلا التاجر يروح يتبضع مثلا بضاعة من خارج المدينة أو من بغداد أو من تركيا، فيواجه صعوبة بسبب ارتفاع الدولار. وبعيدا عن الخدمات والأسعار، أقامت جامعة تكريت على رحاب قاعة كلية هندسة الشرقاط مؤتمرها العلمي الأول لمناقشة مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة للعام الدراسي الحالي. ووصف المشرفون المشاريع العلمية بالهادفة والناضجة وذات رؤية مستقبلية ممتازة. وفي المقابل شدد عدد من الطلبة الجامعيين على ضرورة تبني مشاريعهم التخرجية ودعم الأفكار ذات النفع العام وتطبيقها على أرض الواقع، ما يسهم منها في توفير حلول مبتكرة ومفيدة للدولة والمجتمع من خلال ملكات وطنية مؤهلة وقادرة على المساهمة في مسيرة التنمية. صباح هذا اليوم المفعم بالحيوية والنشاط، قام طلبتنا في المرحلة الرابعة بعرض مشاريعهم النوعية في المؤتمر الطلابي الأول لكلية هندسة الشرقاط. حرصنا منذ البداية على أن تكون المشاريع ذات طابع تطبيقي وتحاكي واقع ومشاكل دوائر المحافظة وكذلك يعني ما يتطلبه سوق العمل، وفي الوقت ذاته تحاكي التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة ومتطلبات البحوث العلمية المتقدمة في مجال الطاقة الشمسية واستخداماتها وتطبيقاتها. عرضت الآن نخبة من المشاريع التي تم انتقائها بشكل
دقيق وعلمي من مجموعة كبيرة جدا من المشاريع التي قدمها الطلبة، وهذه المشاريع اليوم سوف تناقش مع الطلبة لاختيار المشروع الأول الذي سوف يعرض في ضمن مشاريع الكليات المناظرة في جامعة تكريت. نأمل ونطمح أن يكون المشروع اللي يخرج من هذه القاعة ذو مستوى يؤهله للارتقاء نحو المراتب اللي تليق بالعمل اللي كان متواصل منذ بداية هذا العام لحين ساعتنا هذه. لبينا دعوة وتشرفنا بالحضور في المهرجان الأول للكلية الهندسة التطبيقية في قضاء الشرقاط لمناقشة مشاريع الطلبة بالمرحلة الرابعة، وهذه الكلية صرح علمي يضاف إلى منجزات قضاء الشرقاط، ونبارك للطلبة هذا الجهد الذي يهدف لخدمة العراق بشكل عام. واللي أعجبني فيه أنه تبنوا المشاريع خدمة المشاريع الموجودة في محافظة صلاح الدين، وبالإضافة إلى أنه تطرقوا إلى التوجه باتجاه منظمات الطاقة البديلة اللي هي الخلايا الشمسية، وهذه الطاقة الآن توجه العالم كله باتجاهها، ركزوا على هذا ما يدل على أنهم يحبون أن يخدمون بلدهم ويتوجهون باتجاه التطور ومواكبة دول العالم. قيم اليوم هذا اليوم على قاعة مؤتمر هندسة الشرقاط برعاية رئيس الجامعة والدكتور خميس عميد الكلية مؤتمر العلمي الأول لمناقشة مشاريع التخرج طلبة المرحلة الرابعة. نشكر القائمين على هذا المهرجان. تم طرح مشاريع بحثية جميلة وصديقة للبيئة من شأنها ترفد الواقع الخدمي بما هو جديد وصديق للبيئة. شكرا للقائمين على هذا المهرجان وشكرا لكم. يعني العدد الكلي للثلاث خزانات تحتاج 9 منعات صواعق، احنا حققنا الشرط المطلوب ب6 منعات صواعق، وفرنا كلفة 33% من الكلفة الإجمالية للمشروع. يعني إذا المشروع يكلف مليار احنا كلفنا وفرنا 300 مليون دينار. وبعدين نقلوها على أوتوكاد، بعدين نفذوها بالكامل وربطوها على أردوينو بحيث أن البيانات تنسحب على حاسبة. لا بالإمكان بجهود المختصين بالاتصالات أنه سيطر عليها من خلال الموبايلات طبعا. وأترك أفسح المجال للطلبة إذا عندكم سؤال. في الملائمة للنباتات عندنا البنكات راح يشتغلن لتبريد البيت داخل للنباتات، بالتالي راح تكون ظروف ملائمة وظروف راحة للنباتات. كل هذا راح يكون طبعا سمارت عن طريق الذكاء الاصطناعي. على هذا يدور لي الاتجاه اللي نقول اتجاه الألواح باتجاه الشمس، هاي رقم واحد. طبعا هذا نموذج بسيط هنا، في المفروض هذا التراكر أو المتتبع يصير أسفل، نعم، حتى يحولها على اتجاه الشمس بالضبط. هذا هي ترانسفير، ووراها الطبقة السفلى من اللوح راح ينتقل الحرارة بعملية الكوندكشن، وين ينتقل إلى الدكتات الموجودة. الدكتات الموجودة تحتوي على فانات، الفانات قياسها 4x4 وتعمل بال 1.44 واط، راح تسحب لنا الهواء الساخن اللي موجود في أعلى اللوح. من البحث تطوير العدادات الطاقة الكهربائية. الهدف الثاني من البحث حماية أجهزة المنزل من الفولتية العالية والفولتية المنخفضة. الهدف الرابع التحكم في كمية استهلاك الطاقة في المنزل. أطلقت تربية صلاح الدين حملتها بمناسبة الأسبوع الأخضر لتشجير عدد من مدارس أقضية المحافظة. شارك بالحملة عدد من الجهات المعنية بهدف توعية وتعليم الطلبة أساليب وأهمية الاهتمام بالبيئة من أجل توفير أجواء صحية للتلاميذ.
بمناسبة الأسبوع الأخضر اليوم إحنا بمدرسة السرير الثانية بتكريت، اليوم أعلنا انطلاق حملة الأسبوع الأخضر من قبل وزارة التربية. بلشنا بقضاء تكريت، وإن شاء الله يوم غد راح يكون تكون الحملة بقضاء العلم، وهكذا بالنسبة لبقية الأقضية. الفكرة إنه إحنا مو فقط نزرع شجرة، ولكن نربي الجيل على إنه يكون مهتم بالبيئة، بدنا نعطي توعية بالمدارس بخصوص هذا الموضوع وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ثقافة التطوع والوعي تجاه أن تكون بيئة أفضل، خصوصا بمحافظة صلاح الدين اللي تعاني أراضيها من أكثر من 90% من التصحر، حتم علينا أن احنا نتحرك تجاه هذا الملف، وإن شاء الله احنا ساعين بشكل تطوعي وبتعاون كبير مع جميع الدوائر اللي خاصة اللي مهتمة بهذا الموضوع، من بلدية ومن دائرة التصحر ومن بيئة، وكذلك قسم الزراعة ببلدية تكريت ودائرة البلديات، كلها صراحة متعاونة بشكل لأول مرة يحدث في محافظة صلاح الدين. هذا الشيء خلانا نعزز من قدرات الفريق حملات الخير، وخلانا أنه نثبت جذور بهذه المحافظة، ومستمرين إن شاء الله لآخر يوم بالقضاء على التصحر. على بركة الله وتنفيذا للتوجيهات المركزية من وزارة التربية مكتب الوكيل العلمي حول إقامة الأسبوع الأخضر، آثرت مديرية التربية صلاح الدين على إقامة فعاليات هذا الأسبوع في أقسام التربية للأقضية كافة، وبدعم مباشر من الأستاذ أمجد محمد أحمد طلمس لاقت هذه العملية من الاستزراع في الأسبوع الأخضر النجاح الباهر، كونها نفذت بالتعاون مع دوائر قسم الزراعة في تربية في بلدية تكريت ودائرة زراعة صلاح الدين، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. نسأل من الله التوفيق، ولدينا مفاجآت أخرى إن شاء الله في نفس المضمار لفعالية الأسبوع الأخضر. حسب توجيهات وزارة التربية ودعم من المدير العام، أقمنا فعالية الأسبوع الأخضر بالتعاون مع دائرة الزراعة قسم التصحر وقسم الزراعة في بلدية تكريت، وزرع طبعا روح المواطنة والبيئة بالأطفال، شاركونا بهاي الفعالية. جينا على أحدى مدارس قسم تربية تكريت وتعاوننا طبعا قسم تمكين المرأة وأيضا ضمان الجودة، قمنا بزراعة أحدى المدارس. اسمي الطالب مصطفى قصي خليفة من الصف السادس مدرسة سدير الثانية. زرعت اليوم أنا من أصدقاء البيئة، زرعت اليوم من زرعة البيئة والأشجار كي نحافظ على بيئة المدرسة. اليوم كدائرة الغابات مكافحة التصحر تم تشجير مدرسة سدير الأولى كفعالية الأسبوع الأخضر بالتعاون مع كادر المدرسة، الحملة اطلقها وزارة التربية. وإلى ديالى المجاورة، وانطلاقا من إرساء مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي والإنساني، أطلقت منظمة خيرية في المحافظة السوق الخيري المجاني والذي تضمن كسوة العيد، وافتتح خصيصا لأسر الشهداء والأيتام والمتعففين والنازحين في المحافظة، ولاقى إقبالا واسعا من قبل الفئات المستهدفة. هذه الأسواق المجانية هي دعم للعوائل المتعففة والفقراء والأرامل والأيتام والعوائل النازحة والمهجرة، نوع من أنواع التكافل الاجتماعي من خلينا نقول بين الأغنياء والفقراء. هو عبارة عن تبرعات تجمع من أهل وأقارب وأصدقاء وناس ميسورين، كذلك لمساعدتهم، ويعني نقول نوع من يعني التكافل الاجتماعي، انه نرفع قدر المستطاع من مستواهم المعيشي. انه اكو هوايه من العوائل ما تقدر تشتري الملابس، لكن هنا تجي لهذا السوق تاخذها بالمجان بدون اي شرط وبدون اي مقابل. والله نشكر هاي المنظمه اللي التفتت علينا وعلى اطفالنا وفرحتنا بهاي الشهر الفضيل، ملابس اطفالنا الايتام، ونشكر منظمه الست الهام الارامل والايتام على هالمبادره الجميله هاي اللي ساعدت الناس، اللي فرحت الأطفال، فرحت الأرامل، فرحت الناس المتعففة اللي محتاجة، وإحنا نشكرهم شكر جزيل. ما حد التفت علينا غير بس هالمنظمة هذه، وإن شاء الله ما بعد أكو خير وأكو ناس طيبين يساعدونا، وناس يعني تلتفت على الأرامل والأيتام والناس المتعففة والمحتاجة، ف
فالحمد لله وشكر هذا اليوم الفضيل إن شاء الله فرحت الأيتام والأرامل والحمد لله وشكر جينا عليهم ودنا ناخذ ملابس لأطفالنا وإن إن شاء الله وإحنا نشكرهم شكر الجزيل. وإلى محافظة واسط، ومع اقتراب العيد الذي يتزامن مع ارتفاع أسعار البضائع التي تسبب بها صعود قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، أطلق شباب متطوعون بمدينة الكوت معرض الرحمة الخيري الذي تعرض فيه أنواع الملابس وترك حرية الاختيار للأيتام والمتعففين بالمجان. المبادرة لاقت استحسان الجميع وثمنها المحتاجون لها. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا حسن الرسام. معرض الرحمة الخيري، هذا ما سعى إليه هؤلاء الشباب لمساعدة العوائل الفقيرة والأيتام بتوزيع الملابس والحلاقة والسلات الغذائية في مدينة الكوت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الحمد لله والشكر، احنا مثل هيك ايام عيد، يعني مقبل علينا العيد ان شاء الله، احنا عندنا كمبادرة إنسانية خيرية نقوم من خلال الأخوة المتبرعين بشراء وتجهيز الملابس المجانية، نعتبرها اسمها مجانية، هي كلها جديدة توزع على العوائل الأيتام والفقراء والمعوزين اللي مثل ما جاي يشوفون هسه هو في داري بالمجانية. نستهدف العوائل المحرومة المستحقة، أيتام وفقراء ومحتاجين إن شاء الله. هذه كلها بدعم الأخوة الخيرين اللي مساندينا بالدعم المالي والعيني، بالإضافة إلى عندنا أعضاء حملة ويانا موجودين، تعرفون العدد هائل جدا مثل ما جاي تشوفون هسه خلفي، عندنا أكثر من 2000 فرد راح نمشي هاي خلال هاي الأيام. والله يعني قلت لك إحنا عانينا، يعني هواي عانينا من توفى أبونا، عانينا بشكل يعني مو شلون ما كان، يعني حالتنا يرثى لها والله العظيم. بس أنا أقول لك نقضانا هو الحملة مال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هم النقضانة يعني الله وهم. أهالي مدينة الكوت يصفون هذه الحملة الإنسانية التي تدعم الفقراء أنها تدل على طيب وشهامة الشعب العراقي. أهالي والأطفال فاقدين أهلهم، والبعض الآخر موجودين أهلهم لكن ما يستطيعون أن يجهزون 5 أولاد أو 4 أولاد بالملابس وهذه الأمور. الحمد لله اليوم هذه المبادرات الإنسانية الجميلة الممتعة مستمرة في هذه الأيام وقبل العيد لإسعاد العوائل. مبادرة جيدة وإنسانية، خاصة يعني أنه فاتح أبواب بيته مثل ما تشوفون هاي الشرائح الفقيرة، يعني حقيقة شبه يعني أنه تكون الدولة عاجزة عن دعم هذه الشرائح. قليل مثل هاي المبادرة وهذا الرجل الطيب يجمع من فلان ويروح الفلان ويجي الفلان، وهو مؤتمن حقيقة وفعلا أهلا للثقة والأمان. مبادرة جسدت أروع صور العطاء والكرم في هذه المدينة من خلال التضامن والتكافل لإدخال الفرح والبهجة في قلوب هذه العوائل. من محافظة واسط، حسن الرسام، قناة صلاح الدين الفضائية. إلى مدينة الجوامع، وتمسكا بالوصف الرباني لليلة القدر بأنها خير من 1000 شهر، أحيا أهالي قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار ليلة 27 من شهر رمضان المبارك في جامع الفرقان بالذكر والصلاة والتضرع لله تعالى، وأقيمت مادبة سحور قيل أنها الأطول في العراق تبركا بالليلة المباركة. التفاصيل مع الزميل عثمان الهيتي. يكتمها عن الناس لكن يظهرها. اكتظت المساجد في الفلوجة البالغ عددها 200 مسجد بأكثر من 3000 مصل الذين جاءوا من كل حدب وصوب لإحياء الليلة القدرية في رمضان، حيث يصطف المؤمنون وترفع إلى الله أكفة الدعاء من أمام تلك الجوامع، وبهذه الساعات المتأخرة راجية العفو والغفران. في كل عام لا سيما في هذه الليلة المباركة التي لا ينام فيها الفلوجيون يعبرون عن مدى محبتهم وصلتهم بالله عز وجل
وهذه الحشود وهذه الوفود التي جاءت زرافات ووحدانا إنما تدل على ألفة المدينة ومحبة المدينة، فالشكر لله عز وجل، ثم لكل من قدم وبذل وسعى وبنى إحياء هذه الليلة المباركة، وهي من الأيام الوترية، من الليالي الوترية. فاعتاد جامع الفرقان أن يحيي هذه الليلة كعادته في كل عام، فنحن هنا في جامع الفرقان أقمنا هذه الليلة المباركة، أقمنا هذه الأيام الوترية بإحياء في جامع الفرقان. طبعا جامع الفرقان اعتاد على الإحياء هذه الليلة، وكثير مساجد الفلوجة تحيا هذه الأيام، واليوم احنا في جامع الفرقان نحييه. نسأل الله أن يجعلها ليلة القدر. لم يكتفي أئمة المساجد بإحياء الليلة القدرية، بل أعدوا مأدبة سحور للصائمين بأكثر من 1500 منسف، عدت هي الأكبر منذ بدء شهر رمضان، وضعت على شوارع المدينة لإطعام الفقراء والمساكين، وتوزيع 250 منسف أخرى على العوائل الفقيرة. هذه هي سنة متوارثة منذ القدم، منذ عام 1995، ومنذ يعني الحصار قمنا بهكذا يعني مأدبة الطعام، لكن الوقت يعني ما زال ممتدا، وتوسعت هذه المأدبة حتى بدأت تصل إلى آلاف المستفيدين من هذه المأدبة. هذه الليلة المباركة اعتاد جامع الفرقان أن يقيم مثل هذه المناسبة سنويا بحضور كافة أهالي مدينة فلوجة من نفس الحي والأطراف، وحتى أطراف بعيدة يحضرون لهذا المكان ومناطق متفرقة من مدينة فلوجة للاحتفال بهذا اليوم المبارك. لصلاح الدين عثمان الهيتي، الأنبار. ومن أجواء رمضان إلى استحقاقات الساسة ومتغيراتها الكثيرة، تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني بأن يعود سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1320 دينارا، وأن يكون الوضع المالي في العراق بأفضل حالته، مشددا على عدم تحويل الموازنة إلى فرصة للابتزاز السياسي أو وضع مصالح هذا الطرف أو ذاك، فهي موازنة لجميع العراقيين. السوداني وخلال حوار صحفي قال أن الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي والحاجة إلى موازنة متوسطة المدى، مضيفا أن المحافظات تمتلك حاليا نحو 9 تريليونات من التخصيصات في قانون الأمن الغذائي، والصرف لم يتجاوز 10%، وبإضافة 4 تريليونات بين البترودولار وتنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات يمكن أن تغطي احتياجات المحافظات خلال ما تبقى لهذا العام. وأفند رئيس الوزراء وجود أي خلافات في ائتلاف إدارة الدولة بقدر ما هي وجهات نظر تتعلق بالموازنة أو مبدأ الشراكة، وأن الشراكة خارج نطاق الدستور غير مقبولة حسب قوله. أصل الموازنة الثلاثية جاء من خلال قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، يعني في سند قانوني كان ما متوفر، لذلك كنا نلجأ للموازنة السنوية. هذا واحد. اثنين، اليوم كنا يعني بما فيهم المواطن قبل لا تكون المشكلة مشكلة الوزارات، احنا دائما نوصل للشهر 11، نهاية الشهر 11 تصاب الوزارات بالشلل، حتى المواطن يراجع يقول له عود على الموازنة. هذا أبسط رد، ننتظر الموازنة، ندخل للسنة الجديدة راح يشرعون الموازنة، خلنا ننتظر تطلع من الحكومة تروح للبرلمان، فالعملية كلها مو أقل من 6 أشهر. في كل سنة الدولة تخسر 6 أشهر، 6 أشهر عمر زمن مشروع. إذا عندنا حاجة أنه نروح لموازنة متوسطة المدى فيها رؤية، فيها مشاريع. أغلب المشاريع اللي طارحيها الآن في الموازنة مشاريع الكهرباء، مشاريع المستشفيات، مشاريع الصحة الأخرى، مشاريع الخدمية، كلها تحتاج سنة سنتين ثلاثة معدل، إذا ديمومة واستمرارية. موازنة ثلاثية يعني استقرار مالي، يعني رسالة إيجابية للقطاع الخاص.
كل المؤسسات المالية الدولية دائما تنصح كل الحكومات السابقة أنه الوضع الخاص، الوضع العراقي الاقتصادي السياسي المجتمعي يحتاج موازنة متوسطة المدى. وفي ذات التحديات، وافق رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على إضافة تخصيصات في موازنة العام الحالي لثلاث شرائح اجتماعية مهمة أخفلتها الصياغة المقترحة لأبواب الصرف. وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوتشر إن السوداني وافق على مقترحات اللجنة بتوفير تخصيصات لبناء مستشفيات حكومية لمعالجة مرض السرطان في جميع المحافظات، مقابل بناء مراكز لمعالجة الإدمان على المخدرات بدلا من زج المتعاطين بالسجون، إضافة لمستشفيات متخصصة بمرضى التوحد. ووافق السوداني أيضا على حصول المعامل والمصانع المحلية على الدولار بالسعر الرسمي بذات الطريقة المخصصة للمستورد لإحداث حالة من التوازن بين دعم المنتج المحلي والاستيراد مع أفضلية للمنتج المحلي. أعلنت وزارة الهجرة أن محافظة نينوى خالية من مخيمات النزوح بعد إغلاق جدعة 5 وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، فيما تنشغل ملاكات الوزارة في جرد أسماء النازحين الذين يرغبون بالعودة الطوعية إلى مناطق سكنهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية والإنسانية والجهات الأمنية ذات العلاقة، بالاستفادة من النجاح بتسهيل عودة 1500 أسرة منذ بداية العام الحالي. مصادر مطلعة تقول أن التوجه الحالي يهدف إلى إغلاق أكبر عدد من المخيمات مع نهاية الموسم الدراسي، وبالتالي قدرة الأسر على ترتيب أوضاعها مع تسهيلات مالية وأمنية على مختلف المستويات، مقابل وقف الأمم المتحدة مساعداتها ما يقلل من فرص البقاء في المخيمات. أثارت طريقة هروب رئيس الوقف السني الأسبق سعد كمبش من سجن كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء ردود أفعال مختلفة حول التسهيلات التي يحصل عليها بعض المتهمين، فيما وصفوه بسجون الخمسة نجوم، حيث أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتوقيف الضباط بسجني كرادة مريم وصالحية، بينما تجري عمليات تدقيق أمنية واسعة بين بغداد وديالة لتعقب حركة كمبش. مسؤولون أمنيون نفوا عملية اعتقال أسرة الهارب لعدم صدور مذكرات قانونية ضدها، بينما تجري رقابة شديدة على منزله في بعقوبة، فيما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق في هروب المتهم. وفيما يطرح متابعون سيناريوهات مختلفة عن كيفية تنظيم عملية هروب كمبش ولماذا، فأنهم يصفونها باستهداف غير مباشر لحكومة السودان ضمن صفحة من التجاذبات السياسية الجديدة. فيما يقول مستشار السوداني هشام الركابي أن هروب كمبش سيكون سببا لثورة كبيرة على الآليات المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين، في إشارة إلى ما وصفته النائب سروى عبد الواحد بسجون الخمسة نجوم. وليس بعيدا عن ضغط رأس المال وفساده، أعلن جهاز المخابرات الوطني ضبط معمل غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف بالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة. وأوضح جهاز أن المعمل يقوم بخلط عدة عناصر من مواد الحليب التالفة المنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بأكياس تجارية، كما يقوم كذلك بتصنيع مواد لغسيل الملابس غير صحية ووضع صلاحية طويلة الأمد من خلال وجود آلة تحدد تاريخ الصلاحية. وأشار إلى نجاح الفريق المختص ضبط هذه المواد داخل المعمل في منطقة الطريق السياحي قرب جسر معمل اسمنت الكوفة، وإلقاء القبض على جميع العاملين الذين بداخله وهم من جنسيات أجنبية مخالفين لشروط الإقامة، موضحا أن عائدية المصنع لشخص عراقي الجنسية. رفضت الملف، أغلقت وزارة الداخلية 35 مركز تجميل غير مرخص في بغداد خلال الأسبوع الحالي، وذلك خلال حملة كبرى لغلق المراكز غير المجازة والمخالفة في العاصمة. مدير عمليات الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي قال
إن الإغلاق شمل أيضا عيادات أطباء الأسنان ممن لم يعادلوا شهادتهم، إضافة إلى صالونات الحلاقة النسائية غير الحاصلة على شهادة ممارسة مهنة. ويشار إلى أن ظاهرة مراكز التجميل أضحت عبئا اجتماعيا ثقيلا، سواء بعدد عمليات التجميل الفاشلة التي تسبب الوفاة أو تحويل الوجه إلى نسخة طبق الأصل يتم توزيعها على المراهقات، ما أفقد الجمالية رونقها الإنساني حسب قول مواطنين. وضمن خيارات الاستقرار الاقتصادي، لوح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بهبوط السوق الموازي لبيع الدولار خلال الأيام العشر المقبلة ليقترب أكثر من السعر الرسمي، مبينا أن الحوالات تجري حاليا بنحو يسير ودقيق، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الأمريكي. وأكد سيطرة على حالة الاضطراب السعري للدولار منذ اعتماد المنصة الإلكترونية لتدقيق الحوالات، حيث تكيفت المصارف العراقية مع ضوابطها لينجح السوق بامتصاص تراكم الطلب الذي لم ينفذ خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأشار إلى أن الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي كان 20 نقطة، وتراجع اليوم إلى أقل من 9 نقاط، وسيصل إلى 5 نقاط خلال الأيام المقبلة، رغم أن الفرق الطبيعي المطلوب هو نقطتان فقط بحكم امتلاك الاقتصاد العراقي موارد كبيرة تؤهله للوقوف أمام العملات الأجنبية طالما هناك استقرار سياسي واقتصادي وأمني. وبحكم العلاقة المباشرة بين الاقتصاد وجداول أعمال المؤسسات المختلفة، لم تكن مدرسة عبد الله بن الحسين عليه السلام الوحيدة الآيلة للسقوط في ذي قار، رغم أنها أنذرت تلاميذها بانهيار جزء منها قبل أن تنهار بشكل تام على رؤوسهم، لتضاف إلى 100 مدرسة أخرى بين طينية أو متهالكة أو آيلة للسقوط في المحافظة، في حين طالب الأهالي بتوفير بدائل وحلول سريعة لأبنائهم. حيدر حنون والتفاصيل. إنها ليست المدرسة الوحيدة الآيلة للسقوط في ذي قار. مدرسة عبد الله بن الحسين عليه السلام أنذرت تلاميذها بانهيار جزء منها قبل أن تنهار بشكل تام على رؤوسهم، لتضاف إلى 100 مدرسة أخرى بين طينية أو متهالكة أو آيلة للسقوط في المحافظة. لا زالت يعني هناك أكثر من 200 أو 300 مدرسة بين طينية وكرفانية، يعني إلى متى تبقى معاناة الأهالي خصوصا في القرى والأرياف اليوم 2023 وإحنا مدرسة طينية ومدرسة متهالكة ومدرسة كرفانية؟ يعني نتمنى أن يكون العمل بجد على قضية المدارس، لأن التعليم هو الركيزة الأساسية. ناشدهم أن يسرعون بالبناء، يعني الآن طلابنا يعني بكرفانات، والكرفانات يعني حارة ونغى جو الصيف، يعني حتى خدمات ما بيها، يعني حتى ماي حتى صحيات ماكوها، يجينا أنا يمكن بلوكات راح نسوينا صحيات. فنرجو من المسؤولين، طالب المسؤولين احنا الاهالي كلنا احنا بسرعة بناء المدرسه وتوفير على الاقل توفير مستلزمات هالكرفانات. وتبقى ذي قار من بين المحافظات المتصدره في نقص الابنيه المدرسيه، حيث توجد اكثر من 72 مدرسه آيله للسقوط، والذي ادى الى اخلاء 19 منها بشكل فوري بعد توجيهات عاجلة من تربية ذي قار، لأنها بدأت تهدد حياة الطلبة. ومن أكثر المناطق تضررا هي المناطق الريفية التي تفتقر إلى الأبنية المدرسية، إلا أن البدائل كانت هي مدارس كرفانية والتي لا تقل خطورة عن المدارس المتهالكة. عندنا نقص بالأبنية المدرسية حوالي 835 بناية مدرسية بحاجة، إحنا بناية مدرسية لفك الازدواج، لأن مدارس ثلاثية ورباعية وثنائية، ونحتاج مثل هذا العدد لفك الاختناقات اللي موجودة داخل المدارس. يعني مدرسة فيها كثافة من الطلبة والتلاميذ وخصوصا في داخل المدن. طبعا عندنا سنويا قاعد نحتاج إلى أبنية مدرسية، سنويا نحتاج حوالي 150 بناية مدرسية للزخم اللي جاينا، حتى نستوعب الزخم اللي جاينا من الصف الاول الابتدائي. طبعا عندنا مدارس آيلة للسقوط، وهذا طبعا راح يصير عندنا نقص بالابنيه المدرسيه. وهاي المدارس الآيلة للسقوط هي اكثرها في المناطق الريفيه. 100 مدرسه في محافظه ذي قار متهالكه واخرى آيلة للسقوط، والاخرى منها كرفانيه او طينيه، من دون اي حلول تذكر في الافق، مع ان ذي قار واحده من المحافظات الغنيه بالنفط،
لقناة صلاح الدين حيدر حنون الناصرية. وإلى نينوى التي تواصل نهوضها من ركام الحرب تسعى جهيدة للحفاظ على تاريخها الذي حاولت أيادي الشر طمس معالمه. وبمناسبة يوم التراث العالمي أقيم في بيت تراث الموصل الحفل الختامي لمشروع حفظ تراث نينوى الذي عمل عليه فريق تراث نينوى بشراكة مع برنامج تعافي. وشدد مشاركون ومختصون على أهمية الجانب التراثي بالمحافظة كونه عمقا لتاريخ العراق ومختلف الحضارات، ويعتبر هوية بارزة لعموم العراقيين، وأن الحفاظ عليه واجب الجميع وخاصة الجهات المختصة. حفظ تراث نينوى هذا المشروع الذي تم العمل عليه من خلال بيت تراث الموصل بالشراكة مع برنامج تعافي لحفظ تراث هذه المحافظة بتنوعها الثقافي وموروثها الثقافي. كجزء من الأنشطة تم العمل على توسعة المتحف الموجود في بيت تراث الموصل، وكذلك إنتاج مجموعة من الفيديوهات توثق تراث كل منطقة على حدة. واليوم نحن نحتفل بهذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للتراث، لأننا نؤمن دائما أن التراث واحد من الأشياء التي توحد الشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا اليوم إلى بيت تراث الموصل لغرض حضور احتفالية هذا البيت بمناسبة انتهاء أعمال ورشة حفظ تراث نينوى، ويتزامن هذا الحفل يوم 18/4 اللي هو يوم التراث العالمي. نحن ندعم دائما تراث بلدنا العزيز، حيث تقوم فتشية آثار تراث نينوى بالعمل جادة لإعادة ما تم تدميره من قبل عصابات داعش الإرهابية من مواقع أثرية وتراثية في المحافظة. حقيقة الآن مناسبة طيبة ويوم أحياء التراث العالمي، ولحر بنا ونحن بمدينة الموصل بصوت خاصة ومحافظة نينوى بصوت عامة التي تعتبر غابة للتراث وللآثار، فيجب أن نعرف بآثار وتراث هذه المدينة وهذه المحافظة عبر الأجيال. والآن تلاحظ في هذه المنطقة بالضبط نجد كثير من الشباب هذه المدينة، خاصة المجتمع المدني، والذي نهضوا بجمع بعض الأمور التراثية والتعريف بها في هذا البيت الذي يعد نواة لمتحف متكامل في المستقبل، خاصة بظروف استثنائية بعد الاحتلال سنة 2003 وما عقبه من ظروف استثنائية سنة 2013. وتكمن أهمية هذا التراث بأنه يعرف بنتاج الأجيال عبر الزمن، نتاجات المادية وكذلك المعنوية، وهذه النتاجات تعد هوية للبلد كأهمية بطاقة الأحوال المدنية لحاملها. اهتمام الجميع بحفظ تراث هذه المدينة وهذه المحافظة. تتابعونا في نشرتنا بعد فاصل قصير. رجال دين يشيدون بدور جيرفان بارزاني في حل الخلافات والاستقرار السياسي. وإدارة سد دربندخان الخزين المائي أعلى ب 12 مترا عن مستواه من العام الماضي. وإفطار جماعي للأيتام والمتعففين بمعهد التدريب النفطي ببيجي. خلال لقائه فيصل بن فرحان الرئيس السوري بشار الأسد يعتبر أن العلاقة السليمة مع الرياض هي الحالة الطبيعية. وسحب الدخان تغطي سماء الخرطوم، و270 قتيلا حصيلة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وزيلينسكي يزور بلدة على خط المواجهة الأوكرانية الروسية. ووفاة الباندا لينهوي التي أعارتها الصين لتايلاند. إلى التفاصيل مجددا، أهلا بكم. أقام رئيس أقليم كردستان جيرفان بارزاني مأدبة إفطار لعدد من رجال الدين، وعبر رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان عن شكره لرئيس الأقليم لجهوده المستمرة لحل الخلافات الداخلية ووحدة الصف والاستقرار السياسي.
وتمنى أن تكون هذه الجهود سبباً في التخفيف من التوترات وإنهاء الخلافات. وأشاد بارزاني بدور رجال الدين في نشر الوعي الديني والوسطية ونشر روح الخير والإصلاح وحماية مواطني إقليم كردستان من تأثير الفكر المتطرف، وأكد أيضا بأن علماء الدين كانوا دائما في جبهة الدفاع عن حقوق شعبهم المشروعة وربطوا الدين والوطنية سوية. بارزاني أشار إلى أنه يجب النظر بتفاؤل إلى حل المشاكل الداخلية والعالقة مع بغداد، لأنه لا يوجد أي خيار أمام الأطراف سوى الاتفاق، ونحن على طريق الاتفاق والتفاهم بهذا الخصوص. أعلنت إدارة سد دربندخان بمحافظة السليمانية عن الموقف المائي للسد لغاية الآن، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. وقال مدير السد سامان إسماعيل في بيان إن كميات الأمطار التي هطلت هذا العام ولغاية الآن كانت 533 مليمترا، بينما كانت في العام الماضي لغاية نفس هذا التاريخ 548 مليمترا. وعن ارتفاع المياه المخزونة في سد دربندخان، أكد إسماعيل أن ارتفاع مياه السد لغاية الآن هو 74 مترا، بينما كان العام الماضي 62 مترا. وبشأن الموقف المائي، لفت مدير السد إلى خطة مائية شتوية وصيفية، وبسبب كثرة مياه الأمطار هذا العام كان الوضع المائي مستقرا، ويتوقع مختصون أن تشهد المنطقة في نهاية شهر نيسان وبداية شهر آيار موجة أخرى من الأمطار التي قد تسهم في زيادة الخزين المائي للسد، خصوصا أن السدود الإيرانية أغلبها ملئت بالمياه وسيعود الفائض لسد دربندخان. وفي السليمانية أيضا يستعد العراقيون لعيد الفطر في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، ومن مختلف الفئات والشرائح في المحافظة. عدسة قناة صلاح الدين سلطت الضوء على تحضيرات الوافدين للسليمانية في ظل أجواء البهجة والسرور. اقتربت نهاية شهر رمضان المعظم، ومعها نتسم أجواء عيد الفطر المبارك، فلا يكاد يخلو بيت أو مسلم في هذه الأيام إلا ويستعد بشكل ما لقدوم عيد الفطر المبارك. قد تختلف الاستعدادات والعادات، ولكن الفرحة واللهفة لمجيئه واحدة. فهنا في السليمانية حتى الوافدين يستعدون لأجواء العيد كما هم في ديارهم. والله بالعيد اشترينا ملابس وعيدنا واشترينا ملابس وحنا على العالم. بالعاده بالعيد يسوون كليته، شرز، شقليت، هاي عاداتنا. طيب تحضيرات على العيد بصوره عامه اللي تشوفها بالشارع، تحضيرات على العيد الناس قاعده تشتري والاوضاع حلوه والاجواء حلوه وامان الحمد لله والشكر، وسليمانيه ناسها طيبه واجواء حلوه ومناظرها حلوه والحمد لله وعايشين الحمد لله والشكر الفضل الله. الشيء الضروري يعني بالعيد نسويها هي الكليته والشو اسمه والشغليات والكرزات، اهم شيء هاي بالعيد يعني. وبالنسبه للونسات يعني تطلع الغابات انت وجماعتك تونسون، هاي اهم شيء يعني بالاجواء العيد يعني. ويتشارك الجميع من مختلف مدن العراق بعادات العيد الى حد بعيد، ابرزها شراء الملابس الجديده وتحضير الحلويات وخصوصا كعكه العيد او ما تسمى بالكليتشه واقتناء الهدايا، ولا سيما أنها فرصة لتعزيز التواصل وزرع معاني الألفة والتسامح بينهم. أولا نشتري ملابس، ولما يجي نطلع ويجونا خطار هاي شيء أكيد، قرايبنا يجونا ونطلع كليتش معجنات، كليتش بيزة ذني، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. بالنسبة لتحضيرات العيد أكيد يعني حضرت العطور أكثر، البخور، المخمريات، معطرات الجو خاصة، وإحنا من بداية رمضان محضرين، فهسه أيام عيد حضرنا أكثر بعد وجبت عطور أكثر بصراحة ونوعت بالعطور الحمد لله. العيد هو يعني عندنا بالنسبة للعطور ما عندنا موسم معين، بس بالعيد الإقبال يصير أزيد وأكثر، يعني الناس ترغب شراء العطور بالعيد، وناس رايحة ناس جاية،
فالإقبال أكثر الحمد لله والشكر. هكذا كانت التحضيرات والاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتكون فرحة متكاملة وأجواء مفعمة بالسعادة والبهجة التي يجسدها في نفوس كل الناس دون تمييز بين غني وفقير. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية. وفي العودة إلى بيجي، إذ يبقى الطابع الخيري والوشاح الإنساني صفات تسود على المجتمع بعموم القضاء. وضمن المبادرات الرمضانية، أعد معهد التدريب النفطي في بيجي مأدبة إفطار جماعي للأطفال الأيتام وأبناء الشهداء بالتعاون مع فريق بصمة إنسانية. القائمون على المبادرة قالوا أنها تحمل رسالة بالتكافل الاجتماعي إلى جانب رد جزء من معروف الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الأرض والمقدسات. برعاية الخبير المهندس أستاذ نهاد طارق عبد الواحد مدير معهد تدريب النفط بيجي، وبالتعاون مع فريق بصمة إنسانية، قام المعهد اليوم بتقديم مأدبة إفطار لمجموعة من الأطفال الأيتام والمتعففين وأبناء الشهداء كمبادرة طيبة من قبل الأستاذ نهاد. علما أن هذه ليست المبادرة الأولى، هناك سبقتها مبادرات تخص تمكين المرأة أو المسؤول عن المرأة في المعهد بتوزيع هدايا وملابس للأطفال والأيتام. تهدف هذه المبادرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال وردا لجميل آبائهم لما قدموا من تضحيات من أجل مدينة بيجي ومن أجل العراق. نشكر الأستاذ نهاد طارق على دعمه المستمر للعوائل المتعففة في قضاء بيجي وعوائل الشهداء، ونشكر كل من بادر بهذه المائدة. نشكر مع تدريب نفط بيجي على هذه المبادرة الطيبة، ونسأل الله موفقية للجميع، ونشكر فريق بصمة الإنسانية على هذه الجودة الطيبة لمأدبة الإفطار. إن شاء الله يعني نقول مبادرة طيبة من المعهد ومن فريق بصمة الإنسانية على هذه المبادرة الطيبة للأيتام، وإن شاء الله الموفقية لهم. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق في أول زيارة رسمية سعودية منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل نحو 12 عاما. واعتبر الأسد أن العلاقة السليمة مع الرياض هي الحالة الطبيعية، وبحث المسؤولان وفق الخارجية السعودية تسوية سياسية شاملة لإنهاء الحرب في سوريا. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة، وفي وقت تبحث فيه دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الزيارة تأتي في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية ويعيدها إلى محيطها العربي. لليوم الخامس على التوالي تستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لا سيما في محيط مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم. وقد أظهرت مشاهد جوية تصاعد سحب الدخان الكثيف في سماء العاصمة، وارتفعت إلى 270 قتيلا حصيلة ضحايا الاشتباكات الدامية، في وقت اشتد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مع انهيار التهدئة المعلنة بين الطرفين. إلى ذلك أوضح الجيش سبب عدم حسمه المعارك بعد، وأكد أن قواته كان بإمكانها حسم المعركة بضربات جوية خلال ساعات، لكنه شدد على أن الأولوية بالنسبة له تكمن في حفظ أرواح المدنيين، لا سيما أن لقوات الدعم السريع قواعد وسط الأحياء السكنية. كما أضاف في بيان، كان من السهولة ضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها وسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لا يمكن للقوات المسلحة أن تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك. وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والميليشيات، فيما جدد الدعوة إلى أفراد الدعم السريع من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والخروج من حالة التمرد هذه بعد أن تعهد سابقا بسلامتهم. زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بلدة أفديفكا الواقعة على خط المواجهة،
والتي تعرضت للقصف الشديد في شرق البلاد. وخلال زيارته قام زيلينسكي بتكريم عدد من الجنود، وبحسب موقع زيلينسكي الرسمي فقد زار الرئيس مواقع متقدمة في البلدة التي تقع بالقرب من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا. وقال الرئيس الأوكراني مخاطبا القوات: من الجميل جدا أن نراكم جميعا وأن تتم مصافحة مثل هذه الأيدي القوية، فإن مستقبلنا يعتمد عليكم. يأتي ذلك في وقت أكد وزير الدفاع الأوكراني الأربعاء أن كييف تسلمت أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال أن هذا من شأنه أن يجعل الأجواء الأوكرانية أكثر أمانا. أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد وحتى يوم الأربعاء إلى 183,750 جنديا، من بينهم 620 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط. جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3,665 دبابة و 7,110 مركبات قتالية مدرعة. وأضاف البيان إنه تم أيضا تدمير 308 طائرات و 293 مروحية وطائرات مسيرة وصواريخ كروزر وراجمات. ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل. لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم جراء حريق اندلع في أحد مستشفيات بكين في إحدى أسوأ الكوارث تشهدها العاصمة الصينية منذ أكثر من 20 عاما، وعزيت أسبابها الأولية إلى أعمال صيانة داخلية. ودفع الحريق الذي اندلع المرضى إلى الهرب من النوافذ أو الاحتماء على أجهزة التكييف المعلقة على واجهة المبنى، وفق ما أظهرت صور ولقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حظرها بسرعة. وعلى الرغم أن الحوادث الدامية كهذه نادرة في العاصمة، إلا أنها تقع بشكل متكرر في مختلف أنحاء الصين، وتعزى أسبابها إلى معايير سلامة غير كافية وفساد المسؤولين المولجين بتطبيقها. توفيت الباندا العملاقة لين هوي عن عمر يناهز 21 عاما في حديقة للحيوانات في شمال تايلاند. والباندا التي أعرتها الصين لتايلاند تستقطب آلاف الزوار الذين يتوافدون إلى حديقة حيوانات تشانغ ماي منذ وصولها في عام 2003 في صفقة أولية مدتها 10 سنوات، تم تمديدها بعد ذلك لفترة مماثلة. وكان قد ظهر على دبة الباندا يوم الثلاثاء أعراض غير عادية، حيث حاول عدد من الخبراء إسعافها وتقديم العلاج اللازم لها، إلا أنهم فشلوا في إنقاذها، ولم يتم الإعلان بعد عن السبب الرئيسي وراء وفاة لين هوي. تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يفتتح طريق القادسية شمال تكريت بعد إعادة تأهيله، ويجدد عزمه تدشين مرحلة متقدمة من الخدمات بجميع المناطق. استياء شعبي من حوادث السير على طريق تكريت كركوك نتيجة إغلاق جسر داقوق وتغيير شاحنات خط سيرها صوب بغداد. الهجرة تعلن نينا وخالية من مخيمات النزوح، وتتفرغ لاستكمال إجراءات العودة الطوعية مع انتهاء العام الدراسي لغلق الملف نهائيا. هروب سعد كمبش يثير ردود أفعال عن ضوابط سجون الخمسة نجوم، والمخابرات تضبط معملا غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.